هل فتح باب الجنة أو النعيم على أردوغان مثل قوله في أنه سيكون عضو رئيسي في الناتو وأنه سوف يتم تسريع عضويته في تركيا في انضمام إلى التحالف الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي، سوف يتم وضع جولان وقصد على الإرهاب وسوف يتم إرسال طائرات F-16 إلى تركيا، هل هذا النعيم الذي فتح على تركيا من أجل أن يجذب أو يغري العيون التركية من الممكن أن لا يصل إلا واحدة أو اثنين؟ يعني فصل واحدة واحدة. أول شيء بالنسبة لتركيا هي الدولة رقم 2 في الناتو، يعني ويعرف الجميع إذا خرجت تركيا من الناتو لا يبقى ناتو، لأنه لا يستطيع أحد أن يحمل هذا. يعني قبل يومين الرئيس أردوغان قال بصراحة، قال أنه نحن ملتزمين بأنه يكون عندنا 2% من الناتج القومي للناتو، مع الأسف في كثير من الدول الأوروبية نزلت إلى 1.3، وهو يطالب برفع الإنفاق، فيعني هم يهربون حتى من الإنفاق المتفق عليه والموقعين عليه. فإذا هذا الموضوع هو حقيقة بالنسبة لي، موضوع الناتو وقوة تركيا في داخل الناتو. أما موضوع المكاسب التي حصلوا عليها في تسمية جماعة جولان الإرهابية وقسد، فهذا انتصار من خلال المفاوضات وإرغامهم بالقبول، لأنه ما كان عندهم خيار آخر. والإف 16 الأمريكية؟ الإف 16 أنا أشك أيضا، لأنه يعني هناك نستطيع أن نقول أنه التعامل بوجهين، الحكومة الأمريكية بايدن يقول والله أنا موافق ونحن نريد أن نعطي، ولكن الكونغرس، والكونغرس ما عندنا سلطة عليه. مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الكونغرس هم يقولون الكونغرس ما عندنا سلطة عليه والكونغرس لا يوافق. يعني المشكلة أنه تركيا دفعت ما يقارب 1,400,000,000 دولار موجودة مدفوعة مقدما، هم لا يعيدون المبلغ ولا يعني يقدموا البديل اللي هو طلب 40 طائرة F-16. والحجة كما قالوا أنه الكونغرس، يعني أعتقد المشكلة ما زالت قائمة. طيب بالنسبة لتصريح أمريكا عندما قالت بأننا نؤيد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، يعني هذا كلام دبلوماسي؟ يعني كلام تجارة. كل ما قيل الآن هو إغراء عيون الأتراك، كلام دبلوماسي الجميع يعرفه، الجميع يعرف أنه هذا نفاق دبلوماسي. هم يخافون من تركيا لأنه تركيا ككتلة بشرية قوية وعندها جيل شباب كبير في مقابل قارة عجوز والفوارق كبيرة، يعني من ناحية العقيدة والدين وغيره. فأنا يعني أشك أن هذا الموضوع مستبعد، لكن وتركيا هي حريصة الحقيقة على الاتحاد الجمركي أكثر من حرصها على الاتحاد الأوروبي بالكامل. الاتحاد الجمركي وأيضا إنهاء الملفات، تعرف الملفات المطابقة مع معايير الأوروبية، هذه تهم تركيا، لأنه يعني الاتحاد الأوروبي ليس كله جنة، فيه جحيم. يعني مثلا لو دخلت تركيا الاتحاد الأوروبي سيفرض عليها حصص في تصدير الأجبان والألبان والمعكرونة وغيرها، لأنه في دول تانية في الاتحاد الأوروبي، في حين الآن تركيا تصدر براحتها. فهي ملزمة أيضا بدفع مثلا للبرتغال والدفع لليونان، فليس كله خير. ولكن أنا أعتقد الجزء الجيد من الاتحاد الأوروبي هو رفع معايير المستوى الاقتصاد والصناعة والتقنية والتعليم إلى المستوى الأوروبي في بقية الملفات، أعتقد حوالي 14 ملف باقي الآن، والاتحاد الجمركي وإلغاء التأشيرات. لو فعلوا هذه هذا تركيا لا تحتاج أكثر من ذلك، لا تحتاج أكثر من ذلك، نحن نبيع أكثر ونرفع من مستوى التقنية اللي عندنا وما نحتاج أكثر من ذلك. الملف السويدي، هل هذه آخر مشاهده أخيرا أم أن هناك مشاهد أخرى خفية؟ لا، بالنسبة للسويد حقيقة هذا هو، لأنه نحن رأينا فنلندا، فنلندا يعني انتهى الأمر بدون ضجيج. البرلمان التركي من الممكن أن يعلق الموافقة على السويد مقابل أن يوافق مثلا الكونغرس الأمريكي على إرسال 3 F-16؟ لا أعتقد، لأنه الثمن الذي حصلت عليه وهو اللجنة الأمنية يعني تنظيف السويد. لأن الحقيقة تركيا عندها، شوف حتى نفهم السياسة التركية، تركيا عندها 3 ثوابت، إذا فهمنا هذه الثوابت نعرفها. تركيا الثابت رقم 1
الحفاظ على الهوية القومية الإسلامية، يعني التركية القومية الإسلامية. الثاني الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي، أمن تركيا. والثالث الاقتصاد. هذه هي الثوابت التي تحرص عليها الحكومة التركية، الهوية، لأنه في تهديد كبير للهوية من خلال الجندر والمثلية وغيره، والهوية القومية المحافظة. والثاني الأمن، لأنه أيضا في تهديد للأمن من كل طرف، وأيضا في استهداف للاقتصاد التركي. هذه ثلاث هي لا يمكن، هذه ثلاث أهداف استراتيجية تركية لا تتخلى عنها، أما الباقي فهو تكتيك تستطيع أن تلعب فيه كما تشاء. إذن سنفرد حلقة أخرى للاقتصاد التركي، لأن الكثير يريد أن يفهم ما يحدث الآن، لأن هناك وكأن هناك تداخل ما بين الماضي والحاضر، وعود أردوغان وأفعال محمد شمشك. سنفرد لها حلقة. أستاذ محمد يحيى بدر، المحلل السياسي المختص بشأن تركيا، أشكرك على تجميع في الحلقة. أهلا وسهلا. شاهدنا كرام، المنتصف وما زال مستمرا، ولكن بعد هذا الفاصل ونواصل نقاش حول الأوضاع السودانية وتحذير الأمم المتحدة بأن السودان قادمة على حرب أهلية. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.